10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعبير التعليقات. للصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم شباب بالوزداد الجزائري ضد فريق أدوان البوركينابي ضمن مباريات الأدوار الإقصائية ودوري أبطال إفريقيا والدور 32 في مباراة الإياب. يذكر بأن نتيجة الذهاب انتهت بانتصار أدوان بهدف نظيف على شباب بالوزداد. ملعب مباريات اليوم ميلود هيدفي، القناة الناقلة القنوات الجزائرية الأرضية. توقيت المباراة مساء اليوم الجمعة في 8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والسادسة بتوقيت الجزائر والتونس والمغرب. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم ومنافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.